يا جماعه فيها مختار؟ مش عارف، بس باين الموضوع مهم. انت مش عارف هو عايزنا في ايه؟ العلم عند الله، هو قال لي اجمعكم وخلاص. الحمد لله على السلامة يا بهوات. الله يسلمك يا حاج. في ايه يا حاج؟ قلقتنا يا حاج. لا ما تقلقوش من أي حاجة. اقفل الباب الساعة اللي بتعلق. حاضر يا حاج. أنت وماما بخير يا بابا؟ طبعًا الحمد لله. إحنا بخير. وكل الأمور تحت السيطرة. بس هو زي ما تقولوا كده في موضوع شاغل بالي من فترة. وأخيرًا خدت فيه قرار. ولقيت انه من حقكم عليا ان انا ابلغكم القرار ده. قرار ايه ده؟ انا قررت اتجوز. انت بتقول ايه يا حاج؟ عايز تتجوز؟ اتجوز. في حد عنده اعتراض؟ بس انت مش شايف ان حضرتك يعني قربت على 70؟ وماله يا اخي؟ 70 70، ما دام الصحه بومب والحمد لله. وبعدين احنا عيلة معمرة، أنا أبويا لسه ميت من سنتين وكان تم 90 سنة. بعد الشر عليك يا بابا، ربنا يديك الصحة وطولة العمر. بس اشمعنى يعني فكرت في الموضوع ده دلوقتي؟ لا مش دلوقتي ولا حاجة. هي الفكرة دي في دماغي من زمان. من وقت ما أمكم جالها القلب وهي في عز شبابها. بس أنا بقى سبورت واتحملت عشان انتوا ما تطلعوش تلاقوا ابوكم متجوز 2 وتعيشوا مشتتين. انا كان كل همي ان اربيكم كويس قوي واطمن عليكم. واهو الحمد لله اديني جوزت البنت الصغيره وانتوا بقيتوا رجاله، كل واحد فيكم عارف مستقبله فين. اظن بقى اني الاوان اشوف لي انا كمان يومين ولا ده مش حقيقي. طب وماما المسكينة دي ذنبها ايه؟ أمك في عينيا الاتنين، فاهم يعني ايه؟ أمك في عينيا الاتنين، واللي أنا بعمله ده مش غلط، لا ده حقي بالشرع والقانون. بس أنت كده بتهد العيلة يا حاج. أنا لا بهد ولا ببني. بلاش كلام كبير قوي يا حظابط. عيلة ليل هتفضل زي ما هي. أنتوا هتفضلوا ولادي. أمكم هتفضل مراتي. وهتفضل على ذمتي لاخر يوم في عمري. ايوه بس بصراحه يا حاج انت فاجئتنا واحنا مش عارفين نقول لك ايه. انا ما باخدش رايكم، فاهمين؟ انا ما باخدش رايكم. انا بس بديكم فكره. وطبعا الموضوع ده هيفضل سر بيني وبينكم. امكم ما تاخدش بيه خبر. شرعا لازم تقول لها وحقها توافق او ترفض. بالراحه عليا يا خلي. هقول لها بس في الوقت المناسب. لازم طبعا الاول امهد لها عشان قلبها الضعيف اللي انتوا عارفينه ده.